من لاعب. شنو التفاصيل؟ شنو اللي صار بالضبط اليوم في مركب مركز تكوين الشبان في النجم الرياضي الساحلي؟ خلينا ناخذ معنا عبر الهاتف زميلنا الصحفي بشير ذياب. مرحبا بشير. ايمن ومرحبا بكل مستمعي راديو ماد. يعني كنا في مواقف الموضوحين للندوة الصحفية للنجم الرياضي الساحلي، كان حاضر رئيس النادي سيد رضا شرف الدين، كان حاضر يعني رئيس مركز تكوين الشبان بالنجم الساحلي سيد فريد بوسلامة، معانا في المباشر سي سامي المصلي مدرب صنف النخبة ويحكينا على وزن العقود. مرحبا بكم، يعطيكم الصحة. الحمد لله يا ربي وفقنا باتفاق مع الإدارة الفنية مع رئيس الجمعية باش عملنا دي كونترا متاع 12 لاعب من صنف الأمال، من صنف النخبة وصنف الأوسط. إن شاء الله الوليدات تعظوما عندهم مستقبل زاهر إن شاء الله. مازلنا كي كنا نحكيه مع السيد الرئيس كلهم إن شاء الله اللي جين دوفين تاعهم، إن شاء الله نحب نربيهم على حاجة اسمها دي جور بروفيسيونيل في كل شيء، في حياتهم، في خدمتهم، في المعيشة متاعهم البرا. إن شاء الله ربي ربي وفقهم وإن شاء الله يمشيوا لبعيد، وإن شاء الله لتوال دونزون دوز عني تول تعول تقريبا 95% من مركز تكوين الشبان. في سامي كان هذا مدرب صنف النخبة في النجم الساحلي سامي المصلي اللي كان حاضر يعني في الصحفي يحكي على امضاء العقود 12 لاعب يعني بالتمام والكمال يعني بشير مع النجم الذي بشير. هل 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 باش يلتحقوا بالفريق الاول والا وقع عقود احتراف وكاو؟ توقيع العقود احتراف هو يبدأ يفتح الباب أمام إمكانية الالتحاق بالأكابر، لأنه لاعب يولي مؤهل حتى أنه بشخور مباريات. وفي فما برشا ملاعبية من الصنف هذية على غرار منصار بن فرج يعني كانوا خاضوا تدريبات حتى مع صنف الأكابر، لكن تعرف الوضعية الأهمية والوضعية القانونية هي الأهم باش اللاعبين هذوما يعني نجم الساحلي بلغلهم وقاملهم بعقود احتراف لحمايتهم أكثر بأكثر. يعني تعرف أنه يعني وقال اللاعبين وغيره دونك كحماية لهم كتحفيز لهم كان هذا موقف. يعني سيد فرج بوسلامة يعني لما بعث لكم تصريح بعد قليل راديو ماد، كذلك سيد رضا شرف الدين قال لك انه في سياسة ترشيد المصاريف اللي باش ينتهجها النجم الساحلي والتعويل على ابناء النادي، اول استراتيجيه للنادي هي امضاء عقود احتراف للملاعبين هذوما ومطالبينهم يعني برد الجميل للنجم الساحلي سواء كلاعبين سواء يعني حتى بعد الاحتراف خارج حدود الوطن. دونك هذه ايمن يعني كان فكر على الندوه الصحفيه تم امضاء 12 عقد بالتمام والكمال من سيد رضا شرف الدين بحضور يعني كل لاعبين اولياء اللاعبين بحضور يعني المدربين اصناف الشابه في النجم الساحلي سيد مدير مركز تكوين الشبان سيد فرج بوسلامه. دونك هذا هو واضح احنا يعني احنا كل يعني ابناء النجم الساحلي فما لاعبين يعني وقع انتدابهم من فرق اخرى، لكن يعني في اصناف الشابه على غرار يعني نسيم خضر من وداد الحامه، على غرار نادي البومه من اولمبيك مدنين، علي الفلاح مستقبل غيبت، كل لاعبين هذوما جاوا يعني في اصناف الاداني يعني تقريبا للنجم الرياضي الساحلي. يعني فما عمل متواصل بالنسبه للنجم مع الشبان في انتقاء ابرز المواهب اللي نلقاها موجوده حتى في المنتخبات الوطنيه الشابه. واضح، يعطيك الصحة بشير ذياب، كنت أعطيتنا تفاصيل على أكيد توقيع عقود احتراف لأكثر من لاعب، ولكن ما زلنا باش نقعدوا في الموضوع هذا ولكن باش ناخذوا معنا